يقول: من باع على أحد أبنائه أرضا بأقل من قيمتها في السوق، فهل فعله جائز أم يلزم بأن يبيعها بسعرها الحالي؟ يبيعها مثل ما يبيعها على غيره، ما يحابي معه، ما يحابي معه على أنه لده دون إخوته الآخرين، ما يجوز هذا. يبيعها مثل ما يبيعها على غيره سعرها. نعم.